وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الآن العميد عادل الحشاش، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية. مساء الخير عميد عادل. بداية، يعني وزارة الداخلية اليوم أصدرت بيانا مقتضبا أكدت فيه حول نيتها اتخاذ بعض الإجراءات القانونية بحق بعض المغردين الذين أساءوا أو قللوا من حجم الإنجاز الذي حققته الوزارة بالأمس. هل لديكم المزيد من التفاصيل حول هذا البيان؟ نعم، بداية أخي صالح مساء الخير، شاكر لكم على حسن المتابعة. يمكن كنتم متابعين معنا من يوم أمس والبيانات اللي أصدرتها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تحمل في طياتها 3 ضربات استباقية، 2 منهم بالداخل والأخيرة هي بالخارج. الأولى كانت على وشك التنفيذ في هذا اليومين أو بعيد الفطر، وكان هناك شبه يعني يقين في درجة أو التوقيت في عملية البدء في مثل العملية الإرهابية، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى وهمة رجال الأمن كانوا لهم بالمرصاد بالوقت المناسب. العملية الثانية اللي أخفوا أسلحة ورشاشة وذخيرة وبنادق وغيرها وأعلام داعش، والقضية الأخرى اللي إحنا قدرنا أن نحاصر أيضا ودحر الإرهاب بالخارج، ومن قام بهذا العمل أن نحضره ونضبطه ونجيبه هنا بالكويت، وقمنا بإجراءات تكاملة في هذه الناحية. أمام كل هذه الاعتبارات والخصال إحنا تفاجئ بشيء مهم جدا. الشيء اللي تفاجأنا فيه بأن البعض يشكك في الدور اللي قامت فيه وزارة الداخلية والإنجاز اللي أيضا قامت فيه الوزارة على سبيل الضربات الاستباقية وتحقيق الأمن والأمان وأيضا منع الجريمة والإرهاب قبل وقوعها. فوق هذا كله كان هناك إساءة بالغة وتشكيك أيضا في الدور الأمني لوزارة الداخلية أو حتى الإساءة لبعض الدول الخليجية. أنا أقول يا أخي صالح وأقول الكلمة هذه لكل أخوان المشاهدين اللي يعني يقرر عبر وسائل التواصل دون علم ودون إدراك ودون وعي بخطورة مثل هذه الأقاويل اللي قاعدة تتناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي يا أخوان، بأن البلد يمر في ظروف إقليمية، والظروف الإقليمية تتحتم علينا أن نكون نلتف تحت قيادة واحدة ويد واحدة في دحر الإرهاب. وزارة الداخلية لا يمكن تعمل لوحدها في مثل هذه الأمور، لأن المصالح العليا لأمن الوطن يجب أن تكون فوق كل اعتبار. إحنا ما نقول بأن لا تقرد في وجهات نظر، لكن لا يمكن أن نقبل الإساءة أو التشكيك أو الإنجاز اللي تحقق في وزارة الداخلية. اليوم إحنا أصدرنا بيان وقلنا ما بيننا وما بين المقردين القانون، وراح نتخذ أيضا إجراءاتنا الكاملة بحق من يتعدى على المصالح العليا لأمن الوطن أو يشكك أو حتى يسيء للدول الخليجية أو الدول المجاورة في هذا الموضوع. نعم، طيب العميد عادل، يعني هل ممكن أن تطلعنا على الإجراءات وكذلك الخطوات التي يعني اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين سلامة المواطنين وكذلك المقيمين خلال فترة العيد، خاصة لو أخذنا بعين الاعتبار يعني ما تشهده المنطقة حالياً من يعني هجمات إرهابية؟ نعم أخي صالح، أنت عارف بأن يمكن قبل أيام وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف منعنا المصليات الخارجية في عيد الفطر السعيد، المصليات في صلاة العيد، وكان هناك تساؤلات عن سبب وزارة الداخلية في الطلب من وزارة الأوقاف. أعتقد بعد ما ضبطنا الخلايا الإرهابية تيقن الآن الشعب الكويتي ماذا ترمي وزارة الداخلية من خلال هذا التنسيق، والأهداف الكاملة وراء حماية كل المواطنين والمقيمين في مثل هذه المواقع من يريد السوء فيهم أو يريد أن ينفذ ولو مجرد مخطط في هذا الاتجاه. إجراءاتنا في العيد إجراءاتنا متكاملة، إجراءات مشددة، تم التنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة باتخاذ إجراءاتها نحو الحيطة والحذر واليقظة. نمر في مرحلة حساسة تتطلب تضافر الجهود، تتطلب التعاون لأقصى درجة. وزارة الداخلية الآن بكافة أجهزتها مستنفرة بالكامل، متخذة كل الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الأمور. إجراءاتنا ليست فقط على المستوى الأمني المروري، إنما أيضا على المستوى الجنائي والوقائي. كل هذه الأمور إن شاء الله مأخوذة بعين الاعتبار، واليوم ترأس اجتماع أمني وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد لهذا الجانب، وقد راح نستكمل هذه الاجتماعات برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد صباح، وبالتالي راح يتم استعراض ملامح الخطة الكاملة لعيد الفطر السعيد. يطمئن الشعب الكويتي ويطمئن اخواننا المواطنين والاخوه المقيمين بان وزاره الداخليه يقظه وعينها ان شاء الله ساهره على امن وامان الوطن
كلنا نتمناها ان مثل هذه التقريبات المسيئه نحن بامس الحاجه وباحوج الحاجه ان نتكاتف بعضنا مع بعض، نبعد عن مثل هذه المهاترات اللي هي لا تسمن ولا تغني من جوع، ونلتف ونلتف كلنا بعضنا مع بعض من اجل المرور في هذه المرحله الحساسه. نعم، نتمنى لكم التوفيق والنجاح دائما. كل الشكر والتقدير للعميد عادل حشاش مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية. شكرا لك.